الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. أولاً موضوع المداخلة الخبرة القضائية في المجال الوكيل. أولاً أقول أن البنوك هي أساس كيان الدولة في بناء الدولة. إحنا تطرقنا إلى كبنكيين مكلف بالدراسات إلى الإطار القانوني للعمليات البنكية. لأول مرة اليوم الدراسي سوف نتمكن من إجراء مقاربة بين النشاط البنكي والمجال القضائي. هذا الملتقى سيسمح لنا بتقريب وجهات النظر بين الخبراء وكذا المختصين في مجال البنوك والمجال القضائي حتى نتمكن من فض النزاع في المجال البنكي، لأن تشعب القضايا في المجال البنكي أدى إلى التفكير الواسع لإدخال مجموعة من الخبراء المختلفة أنواعها، سواء كان خبراء في المحاسبة أو خبراء في المجال البنكي. ولهذا ارتاء السلك القضائي إلى إجراء مقاربة بين المجال القضائي والنشاط البنكي. الشيء الذي يعاب أو وجود نقص فيه هو عدم وجود قانون ينظم مهمة الخبير البنكي. يعني كاين خبراء بصح ما كاينش قانون ينظم مهمة الخبير البنكي. كاين قانون ينظم مهام الخبير المحاسبة وحافظ الحسابات، الخبير العقاري، لكن الخبير البنكي وكذلك وجود قلة في الخبراء في الميدان البنكي الذين يقومون بالمساعدة الفنية في المجال البنكي. ولهذا مدابين هذا الموضوع يترى بنوع من النقاش الجاد لإيصال أو توضيح المقاربة بين المجال القضائي والمجال البنكي. ولأول مرة استدير نظرا لأهمية هذا الموضوع ونظرا لتشعب القضايا في المجال البنكي فكرت الدولة في إعطاء أهمية لهذا الموضوع، لأنه لا يمكن أن نقوم بحل النزاعات إذا لم يكن وجود فنيين، لأن القاضي وحده لا يستطيع أن يفض النزاع في حالة وجود نزاع بنكي، لأن الميدان البنكي